هذه الحجرة التي أريتك إياها لا ينزل فيها إلا خواص الخواص من ضيوف زليخة وبوتيفار. هذا هو القصر الذي ستكون أحد أفراده. عبارة وجهت لنبي الله يوسف أثناء دخوله قصر من قام بتبنيه في البداية. هنا تتم دباغة ورق البردي. في هذا المكان يحاك الكتان. هذا مصنع أواني الفخار. أهلا بسيدي هنيفة. هذا مخزن مؤونة القصر. من منا لا يعرف قصة نبي الله يوسف عليه السلام الذي حل ضيفا منقذا على مصر قبل آلاف السنين، بعد تفسيره لرؤية الحاكم والذي عجز عن تأويلها كبار المعبرين وكهنة المعبد، والتي كان تفسيرها بأن سنين عجاف تنتظر مصر في ذلك الوقت، حتى أدى ذلك الأمر إلى تكريم النبي والذي نال أيضا استحسان كبار الحكم آنذاك، حيث أصبح كبير المستشارين ورئيسا لأمور الزراعة لإدارة أزمة القحط وجفاف النيل التي أصابت مصر. عندما قام جناب الحاكم أمن حوتب بتعييني أمينا على خزائن مصر ومشرفا على أمور الزراعة فيها، قلت في نفسي: كيف لراعي أغنام يجوب القفار والوديان أن يتمكن من الاطلاع بهذه المسؤولية الكبيرة والثقيلة؟ ومن بعدها نال المقام الذهبي والذي يعد أعلى مقام في مصر، حتى أخذ على عاتقه التكفل بحل جميع المشكلات والقضايا الاقتصادية في البلاد، ليزدهر بعد ذلك اقتصاد مصر وينتعش. وعلى سبيل الاستذكار لا على سبيل المقارنة، فإنما تمر به البلاد اليوم من أزمات اقتصادية آنية ومقبلة قد تؤدي إلى انهيار حتمي لاقتصاد البلد، حيث شكل هبوط أسعار النفط والذي يعد المشكلة الأبرز والأكبر ما انعكس سلبا على اقتصاد البلد وحياة المواطنين، خصوصا في ظل جائحة كورونا التي غزت العالم دون سابق إنذار. الاعتماد على مورد واحد من أخطر الطرق التي تسلكها بعض الدول ومنها العراق، فتنوع الموارد وفتح الأبواب أمام المجالات الأخرى كالزراعة والصناعة وغيرها مع استغلالها بصورة صحيحة يجنب البلد الإفلاس والانهيار ويعبر به إلى بر الأمان، خصوصا وأننا نملك إرثا وتأريخا عظيما نقطف منه الدروس والعبر والتجارب بأنواعها لاستغلالها في وقتنا الحاضر كي نتخلص من الكوارث الاقتصادية، كما وأن على المعنيين أن لا يقفوا على البئر كالمتفرجين وأن يخرجوا من سياسة المورد الواحد. فالآن بدلا أن يكون النفط مصدرا للتقدم والرخاء أصبح مصدرا للشقاء والعناء. ملايين الآبار النفطية أحرقت لا بالنار، بل أحرقها سوء التخطيط والتدبير، حتى دنت النار من اقتصاد البلد دون اتخاذ ما يلزم لإخمادها أو على الأقل الحد من انتشارها. الزراعة والتجارة كانتا عصب الاقتصاد آنذاك، أما اليوم فالصناعة واستخراج واستثمار المعادن والزراعة والتجارة والثروتان الحيوانية والنفطية كلها متوفرة في العراق، ولكن ما ينقصها وما يغيب عنها هو التخطيط والاستثمار ونزاهة المتولين عليها وعلى البلاد والعباد. ويطرح سؤال هنا: ماذا يحدث لو فرضنا أن يوسف النبي عزيز العراق الآن؟